أمامنا الآن الريحان. طبعا الريحان له فوائد كثيرة جدا باحتوائه على فيتامين كاف، طبعا بيساعد في علاج الجلطات. وطبعا النهاردة هنتكلم عن الريحان، طبعا بيحتوي على العديد من الفوائد، وإن هو كمان مضاد للالتهابات. طبعا يعني لا ينبغي لبيت إن هو يخلو من زراعة الريحان، لأن طبعا الريحان بتكون ريحته جميلة جدا، وبيضيف جو جميل ورائحة عطرية جدا للبيت. عندي طريقتين لزراعة الريحان، إما أنني يعني أن أنا أجيب فروع من ورقة ومن الريحان، وإما أنني أزرعه من البذور، لإما أزرعه من البذور، لإما أنني أي شجرة ريحان موجودة في أي مكان ممكن أنني من خلال المقص أنني أستطيع أن أنا أجيب منها بعض الفروع، وبحطها في وعاء به ماء، وبحاول أن أنا أسيب الفروع دي في الماء لمدة 3 أيام. هيكون الفروع دي كلها عملت جذور، وبالتالي ممكن بعد كده أنقلها إلى التربة. المسألة بسيطة جدا، احنا طبعا معنا عندنا طريقتين اتنين، المسألة بسيطة بس انت حاول تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان اقول لك على الطريقتين بكل سهولة جدا جدا. تعالوا كده نشوف كده، تعالوا بقى نشوف كده طريقة الايه اللي هي البذور. انا عايز اخد البذور، لازم أن تكون الايه البذور دي تكون جافة زي ما احنا شايفين. احنا بنسيبها لما يعني ايه تنشف خالص، يعني ما تجيش على واحدة زي دي كده وتاخد منها التقاوي، لان لسه التقاوي بتلاقيها لسه ايه لبن. يعني لما تيجي تعملها عشان تطلع التقاوي هتلاقي التقاوي معاك يعني تقاوي ميته، فالافضل ان انت تستنى لما تكون نشفت خالص، وبعد كده هنبدا ناخد التقاوي اهوت ونبدا نزرع الريحان. نشوف مع بعض. بناخد كده، بنمسك العود اهو، بنشده كده اهوت، وبعد كده بيبقى معانا التقاوي اهو، بندعكها وبنشوف شايفين الاسمر دوت اهو، ده التقاوي اهوت، وطبعا تقاوي جيده جدا. شايفين البذرة؟ البذرة كبيرة وضخمة، معناها ان البذرة سيبناها لما استوت، بخلاف لما يكون لسه الايه العود اخضر، فطبعا هيكون البذرة يعني مش هتنبت اصلا. فتعالوا كده مثلا لو احنا هنزرع تاني، هنزرع مثلا هنا، هنحط اهو البذر اهو. احنا طبعا يعني ايه ممكن نحط في ايه في مكان تاني اهو، عشان ما يبقاش تقيل، عشان الريحان ما يبقاش تقيل. وهنبدا نروي المكان اهو، نحط الميه وبعدين هنعمل ايه، هنغطي الزرعه بمشمع، هنغطيها كده بمشمع بحيث ان ايه ان النباته تفضل على طول في حاله رطوبه، وده طبعا هيساعد في ان هي يعني تطلع بسرعه جدا. وهنحاول نحط حاجه تسند الكيس عشان ايه، عشان الكيس ما يطرش. وهنشوف نبات الريحان. تعالوا نشوف البذور بعد ما غطيناها اكتر من 35 ساعه، 35 ساعه واحنا مغطينها بالشكل ده. تعالوا نشوف البذور هل هتنبت ولا ايه اللي هيحصل. نشوف كده، شايفين ما شاء الله كل البذور كلها نبتت. يبقى الطريقة الفعالة عشان البذور كلها تنبت ان انت بعد ما ترويها تغطيها بكيس بلاستيك، وبالشكل ده البذور كلها زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل ده، البذور كلها نبتت والريحان كله نبت. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة. وده شكل الريحان اهوت قدامنا اهوت. طبعا الريحان ما شاء الله بقى حاجة كبيرة جدا. انت ممكن تستخدم الريحان دوت ان انت طبعا يعني ايه تحطه مع الشاي، تشرب الريحان ده طبعا مفيد جدا للصحة، زي ما ذكرنا في أول الفيديو ممكن تشربه فيكون مفيد جدا لصحتك.